ما
مين لو سمحتي؟ ايوه. لو عايزه تروحي النهارده بدري اوكي، انا عارف ان عندك بكره محاضرات. وانا فعلا عندي محاضرات، بس لو روحتني بدري هاخد على كده. يا ستي ولا يهمك، هبقى سد انا مكانك في الورده بتاعتك. لا وعلى ايه، انا اصلي بحب الالتزام. طب انا عايزك تستاذيني النهارده بدري ساعه. اشمعنى النهارده؟ بصراحه انا عايز اتكلم معاكي لوحدنا. افندم ما تفهمينيش غلط، انت عارفه ان انا شفت علاف ولا دوران وعايز اتقدم لك. علاء من فضلك خلينا زمايل في الشغل وبس. انا مش طالب منك رد دلوقتي خالص، وفكري براحتك. انت لسه قايل انك مش بتحب اللف والدوران، عشان كده بلاش تفكر في الموضوع ده خالص. انت مرتبطه؟ انا دلوقتي مش بفكر في حاجه غير في شغلي والكليه وبس. بتعمل ايه هنا يا فندم؟ زي ما انت شايف اهو بعزف سجارة. بتعزف سجارة؟ قلبت من عجلاتي لسجارتي؟ سعادتك ده بالليل بس، انما بالنهار بقلب من سجارتي لعجلاتي في مواعيد عمل رسمية. ما تخش يا استاذ سالم، ولا شفت عفريت كان مش رجلك على باب البيت؟ شفت عفريت ابن عفريت ابن جنية. من بعد ما عندكم يا استاذ سيد. خش يا استاذ سيد في الصالون. هنا في الرواقة عقبال ما نخلص البروفة. خدي بالك منه يا بدرية. عيني اوعى ينام منك. ها دقي على الواحدة. دقي على الواحدة. واحدة اللي كنت لا
ان شاء الله نتقابله في الفرح. يلا يا فرقه بكره هنتقابل في الفرح بالسلامه. خلي بالكوا على نفسكوا وامشوا جنب الحيطه بكره بدري. ها انت مية مية يا يوم. الله يفتح عليك يا استاذه. احسنت يا ست عزيزه. متشكره يا اخويا. تشرب ايه؟ لا انا بس كنت عايز يعني اتكلم معاكي كلمتين. اه ما دام صوتك منخنخ كده تبقى جاي وجيبك فاضي صح؟ ما انت عارفه الظروف بقى، الحاله ملخبطه والشغل واقف. نستأذنوا انا بقى، باين عليكم هتتكلموا في حاجات خاصه. لا اقعدي، احنا لسه ما خلصناش بروفة الفساتين. طيب استأذناني ونبقى نقولك الشهر الجاي. الكلام ده ما ينفعش، انا مش بنك تسليف. وطي صوتك، فلفل لسه هنا وممكن يسمع. اللي يسمع يسمع، أني ما بنتكسفوش من الحق. ما بالراحة شوية على الراجل يا ست عزيزة. الله، وده من ايه بقى النحرارة دي كلها؟ شايفك يا اختي واخدة الراجل سبعات في تمانيات من وهو على عتبة الباب. بقى كده عزيزة يا هانم هزو، تؤمر أي أوامر؟ تروح للنونو؟ نونو. وتقول له يا نونو؟ يا نونو. المدام اديتك استمارة ست. اديتك ايه؟ المدام اديتك ايه؟ استمارة ستة. ايوه، وانت بقى استمارة تسعة. لا، انت هتمسك الشغل مكانه. يعني هو هيستقيله واحنا نستلم الشغل مكانه. ربنا يبارك لك ويخليك للغلابة اللي زينا. يا جميلة يا طيبة يا حنينة، ربنا يجعلك في كل خطوة فرح وفي كل فرح نقود. هو ده الشغل، تصبح على فرح. قول لي العجل اللي عندك في المحل هتعمل فيه ايه؟ ما العجل سلوكه صدت زي المكنه بتاعتك، ما وقفت في الورشه وما بقتش تشتغل. مش هيبقى تتعدل؟ ابقى قابلني، موت يا حمار. تعال فلفل، انا عايزك في كلمتين. استنى يا سيد، انا عارفه انت عاوزه في ايه. فلفل؟ نعم. مش عاوزه مخلوق يعرف انك شفت السيد هنا، مفهوم؟ وانا اعرفكوا اساسا؟ وانت عرفت ازاي يعني ان ده اللي كنت اقصده؟ مش عايزه حداقة، وبعدين اني عارفاك كويس، خواف وبترفس النعمه. ما نقدرش يا ست عزيزه. خلاص يا اخوي، هو موال هتغنيه ولا شباكك دايما مفتوح؟ ادينا قفلناه. قوم يا بدريه خلصي لي تقفيل ترتر البدل. كده هنتاخروا. ومال، هخلص السيد يوصلك ولا حتى يركبك تاكسي. أنا نازل دلوقت. نازل؟ إحنا لسه ما خلصناش كلام. ماني قلتلك المفيد، أنا ما معيش فلوس. وإيه بقى اللي رماك علينا؟ أنا جاي نعتذره. نعتذره؟ كل بعقلي حلاوة، أنا عاوزة فلوس ولا ناسي إنهم بقوا التلات إصارات أمانة؟ أنا بصراحة كنت جاي عايزهم يبقوا أربعة، بس كلامك قفلني. ولو ان انت دايما يعني في كلامك معايا بتسيب الباب موارب. لا بطلنا، انت خلاص باين عليك مخك صدق زي المكنه اللي عندك في الورشه. والمرشم العباس بكره الشغل يرجع ونشتغله ونكسبه احسن من الاول. يعني كده قلبك اتفتح لي اوام خبط لازق يعني؟ معرفش، بس لقيت قلبي مخفف كده وعايزه ادخله في الشمال. وانت تعرفي عزيزه هزو من زمان؟ مش من زمان قوي، عرفتني عليها رقاصه من بتوع مصر. وانت شغاله مع الرقاصات؟ غريبه، مع ان ايديكي يعني تتلف في حرير. اللي ايده تتلف في حرير بيقولوا عليه حرامي. ما انت سرقتيني. عدي فلوسك في جيبك يا راجل. ايوه يا ريت يا كانت فلوس. لا ده انت سرقتي قلبي. اصل بصراحه نحب صنف الحريم الجدع. وانا كمان نحب صنف الرجاله الجدعه قوي. يبقى احنا متفقين. على ايه؟ على اننا نشوف بعض تاني. خلاص زي ما تحب. امتى وفين؟ عندي في البيت. ايه ده؟ اوام كده خبط لازم. لا
لو غاوي تبري كوب رجليك من المشي ولا معاك قرشين عايز تبعترهم اعزمني على سهرة حلوة. لا نجرب البيت الاول. بس قولي لي العنوان على المحطة بتاعتي جات. استناني بكرة زي دلوقتي في نفس الميعاد. على المحطة دي؟ ايوه. ماشي سلام. سلام. انت مستعبد انت هنا اهلا مو كله اتحقق هنا. شوفي بقى يا ستي انا عشان ابتدي من جديد لازم اعيد حساباتي كلها وارتب اوراقي كويس. بس عاوزه هنا اتفقنا انا لازم نزور مصر. انت شوف بابا بتاع انت وماما بتاع انت. طبعا ماما بتاع الانا وبابا بتاع الانا لازم يشوفوا انت عشان افتح بيك انت. بس الاول لازم اروح اقابل الناس هنا في السفاره المصريه. أبودي بعد جواز احنا كله مظبوط، اوراق مظبوط، جنسيه مظبوط، كله مظبوط. انت ادخل مصر اخرج خش المانيا كله مظبوط. انا فاهم فيرا بس برضه لازم اقابل المسؤولين في السفاره. انت مش واثق في كلام فيرا؟ انا واثق في كل حاجه بتقولها فيرا بس دي حاجه خاصه بيا وبعلاقه البلد. شوف يا فيرا في حاجه انت اللي لازم تبقى واثقه منها كويس قوي. عمري ما هدخل مصر بباسبور الألماني. اتفضل. ده جواز سفر المصري وده اللي هدخل بيه مصر. هتدخل بيه مصر بعد ما بقى ليك إقامة دايمة في ألمانيا وتقدر تخرج وتدخل زي ما أنت عاوز؟ فندم إذا كنت قررت إن مستقبلي يكون هنا فأنا جذوري موجودة في مصر في اسكندرية. صدقني يا فندم أنا عمري ما نسيت ولا لحظة إن اللي جابني هنا بلدي. لكن أنت رفضت ترجع. ده كان قرار مؤقت. ما كانش قدامي غير إني أستنى هنا وأثبت وجودي وأنجح. أنت شايف اللي أنت فيه ده يعتبر نجاح؟ أنا لسه ما وصلتش لحاجة يا فندم. بس زي ما خدت قرار إن أنا ما أرجعش مع الوعسة، كان عندي الشجاعة إن أنا أجلس سيادتك دلوقتي. إن شاء الله ربنا يهديني القوة وأحقق اللي جيت هنا عشانه. هتقدر لوحدك بعد ما راح اللي كان بيونسك ويشجعك؟ موت خالد كان صدمة كبيرة بالنسبة لي. خالد كان حبيبي وأخويا وصديقي. كان معوضني عن عيلتي. منكرش إني حسيت بالضعف بعد ما مات وكنت عايز أرجع. منكرش إني حسيت بالوحدة. الدنيا سودت في عينيا. بس أنا لو كنت رجعت كنت أعتبر ده فشل. عارف سيادتك ايه اللي خلاني استنى؟ هو نفس السبب. خالد برضه. خالد كان نفسه يشوف نجاحنا. انا لو رجعت كنت ابقى فشلت. انا ما بكرهش في حياتي قد الضعف والهزيمه. عبدو انا مش هخبي عليك، انت كان ممكن يتقبض عليك وترجع مصر بشكل انت مش هترضى عنه ابدا. لكن قلنا نديلك فرصه. هما مين دول اللي قالوا يا فندم؟ المسؤولين. تعرف يا فندم انا فكرت في يوم من الايام ابعت جواب للرئيس جمال عبد الناصر. فكرت اقول له انا واحد من ولادك، ولاد مصر، ولاد الثوره، كبرت وتربيت في حضن اهدافها. كنت عايز اقول له انك بعتنا البعثه دي عشان ننجح ونتعلم ونرجع لك متسلحين بالعلم عشان نخدم بلدنا وثورتنا. الظروف كانت اتغيرت بس احلامي ما اتغيرتش. بالعكس يا فندم دي كبرت اكتر واكتر. عشان كده خدت القرار ان اكمل هنا وانجح عشان يوم ما ارجع اسكندريه واخدها بالحضن احس بالامان حقيقي. عشان كده سيبنا لك الاختيار. انا كنت متصور انك هترجع مع نعش خالد عشان تدفنه في مصر. ما انا قلت لسيادتك اني كنت هعمل كده بس ما قدرتش. بصراحه اصرارك على سفر جثمانه لاسكندريه خلاني اغير فكرتي عنك. عبده أنا أتمنى إني أكون صديق ليك ومكتبي مفتوح لك في أي وقت أنت تكون محتاج لي فيه. شكرا يا فندم. شكرا جدا. شفت منظف الطباق إزاي؟ 100 100. أنت هايل أبودي. أنت حابب النظافة زي فيرا تمام. آه يا أختي حابب النظافة. أنا أقعد أنظف أنظف وأنت ما تعمليش حاجة. انا بجنبودي يا اختي. كلي بقى على حلاوه. كلي. بقول لك ايه، لازم تنضفي زي بالظبط.
روح هادي دول عشان ما يتكسروش بقى. ماشي 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 ماشي. انا تعب خالص النهارده ابو هاني. نعم. لا بقول لك ايه، الحركات دي مش عليا بقى فيرا، لا ده انا اسكندراني واد 100 100. بقول لك ايه، النهارده يوم النظافه بتاعك، تمسحي الاول وتمسحي الصاله. اه النهارده انت النظافه بتاعك وانا على الاطباق، بس زي ما اتفقنا، يوم انت نظافه يوم انا نظافه. عبودي بس احنا قلنا يوم ما فيرا تكون تعبانه عبودي نظف مكان فيرا. انا نظف؟ اه يعني انت بقى دلوقتي بتدلعي عليا ولا تعبانه بجد؟ انا اتدلع عليك عبودي. رحت بلاش انا كده، اتدلع براحتك يا جميل يا المانيا جامد انت. انت شاي كتير عبودي. بمناسبة بقى الجنان اللي بجد بجد، جات لي فكرة امبارح كده عمال افكر فيها هتعجبك. فكرة ايه يا عبودي؟ قول. ايه رأيك نقضي الاجازة بتاعتنا في مصر؟ واو مصر؟ دي فكرة هايل كتير عبودي. حلو جدا، يبقى احنا نوضب حاجتنا ونسافر بعد بكرة. يعني انا اشوف اهرامات، اشوف معبد اقصر، اشوف نيل، اركب واحد جمل. واحد جمل؟ واحد جمل، واحد حمار، واحد فيل لو حبيتي. انا هبك عبودي. قولي عبودي، انت ايه خلاك تفكر نسافر مصر دلوقتي؟ انا ما بطلش تفكير في الموضوع ده، اهلي وحشوني، اسكندريه كلها وحشتني. تعرف عبودي، انت لو مش كنت قلت كده انا كنت قلت لك احنا لازم نسافر عشان انا نفسي اشوف مصر. حياتي انت، ده انت هتنوري مصر. تعرف يا فيرا، انا اللي نفسي اهلي يشوفوكي، هيفرحوا بيكي بشكل. تفتكر عبودي؟ اكيد طبعا. بس انا في حاجة مهمة عايز افهمها لك فيرا عن مصر. مصر مجتمع تاني خالص، عادات وتقاليد مختلفة خالص عن العادات والتقاليد في المانيا. ها يعني في مصر ما فيش لبس بنطلونات محزقة في واحد شارع، اه ما فيش شرطات قدام واحد ناس، ما فيش حاجات قط تبين واحد دراع او اتنين دراع. ها ما في، ها يعني من الاخر تبقي ها تبقي حشمه. حشمه حشمه، انا مش افهم، مش مشكله، بس ابوني انا احب اكون بحريتي. وانا كمان يا حياتي احب اكون على حريتي، بس ده لما نكون لوحدنا، لما نكون مع بعض هنا. لكن هناك في اسكندرية قدام الناس ما ينفعش، لكن جوه في اوضتي ينفع. مفهوم؟ حاضر عبودي، فيرا هيحاول. الله، احلى كلمة في الدنيا كلمة حاضر. انت فعلا ست كاملة فيرا. دانك عبودي. وجميلة فيرا. دانك عبودي. وهتقومي تكملي غسيل الاطباق وتسيقي الاوض والصاله وتعملي الغدا لجوزك حبيبك فيرا. دي بعينك عبودي. فيرا فيرا بنت يا فيرا. انا بقيت اللي لازم اشرف ظابط سلاح المهندسين. طب وبقيت الدفعه بتاعتكم؟ الوحيد اللي دخل الجيش بعد ما رجعنا من المانيا كان كمال، فدخل عسكري ولسه ما طلعش. اما انا فعشان كنت العائل الوحيد للاسره فاستنيت اخويا الصغير لحد ما خرج من الجيش وبعد كده دخلني، فخدوني ظابط. تشغليش بالك، المهم انت عامله ايه؟ انا الحمد لله اهو بكمل الكليه وبشتغل بصرف على نفسي، واتطلقت كمان. والله الواحد في الظروف دي مش عارف يقول لي قلبي عندك ولا عمرك. ما تقولش حاجه احسن. عندك. طب انا مش هعطلك بقى، عايز تسألي على عبده مش كده؟ أنا بس عاوز أطمن عليه، أنتوا بتعرفوش عنه حاجة؟ كل اللي عرفناه إن خالد مات. طب وعبده؟ منى أنت كنت ممكن توفري على نفسك كل ده لو كنت حكيتي ظروفك لعبده من الأول. على فكرة عباس حكى الكمال على كل اللي قلتيهوله، وكمال حكى له. ما كانش عندي استعداد أخليه يضحي بمستقبله عشانه. عموما الكلام مش هيجيب نتيجة دلوقتي. أنا لو عرفت أي حاجة هبقى طمني. متشكرة. وأسفة إني عطلتك. بلغ تحياتي لكمال. ادعي لنا بقى اننا نشوفك تاني يا عالم. هنعرف نشوف بعض تاني ولا هيكون مصيرنا زي عباس؟ تروح وترجع بالسلامه.
جدا والله. ما انا عارف العربيه دي جابتنا زي المطار الطاير لحد هنا. طريق السلام يا استاذ. طريق السلام. باي باي. مع السلامه. ده بقى ستي سواء كزمان. يعني ايه كزمان دي يا ابولي؟ ابولي انا مبسوط قوي ان انا في مصر. انا مش مصدق. انا زي كون احلم. انا مبسوط قوي انك جيتي مصر. مبسوط اكتر ان رجعت وشفتها تاني. ابولي مصر دي جميله قوي 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 يا فيرا. انا اتولدت هنا في سواء كزمان في وسط الناس دي كلها. تعرفي انا اعرف الناس هنا واحد واحد. اه الجيران هنا زي الاهل بالظبط يا فيرا. الناس كله شارع كله كله اعرفهم كلهم. كلنا نعرف بعض. انا ياما لعبت في الشارع ده كوره. تعرفي البلكونه دي كنت بقف فيها وانا صغير وعاكس بنات الحس ويا ما ضربت علا بسببهم. فرحان قوي قوي. اه الحاج عبد الستار استاذ سيد. الصوت ده انا عارفه. الصوت ده انا عارفه. عبدو انت عبد الستار انت سيد مظبوط. وانتي فيرا مراتي. اهلا اهلا. الله هو اكبر الله هو اكبر. خمسه وخميسه في عيون كل اللي شافوكي من اهل قزمان ولا صلوش على النبي. ربنا يحرسك ويحميك يا بنتي. الله هو اكبر. حلوه قوي يا عبدو. شبهي حلوه مرات ابني فره. حلوه فره ايه؟ اسمها فره. وبطلي ماقي فيها بقى. خنقتيها خلاص. الله سيبيها تلقط نفسها. حاضر اهو. عرفت تنقي يا عبدو كمان وحشمه. ولا ايه يا جدي؟ عندها غمستين لما بتضحك بيبانوا اكتر. هم الغمستين دول هم اللي وقعوني. انت ما قلتش رايي. طب مش تقول لنا الاول هي بتفهم عربي ولا لا؟ ما يتكلم عربي زي اللبلب. لبلب انت وصلت لللبلب ولا براو عليك يا عبد؟ خليتها تتكلم اسكندراني يلا. ومن بحري وحياتك يلا. انا كمان اقول ايوه. ايوه على خفة الدم الالماني. يلا يا صحة خد امك وشوفوا هتاكلونا ايه. عاوزين الدواقه الخير كله اللي موجود في البحر بتاع اسكندريه. طب مش كنت تدينا خبر؟ كنا عملنا حسابنا واكلناها ملذة وطاب. يابا انا عايزها تشوفكم على طبيعتكم وعايزكم انتوا كمان تعتبروها واحده منكم. طب يلا احنا بقى يا ماما نلحق نوضب لهم لقمه كده احسن زمانهم واقعين من الجوع. طب يلا يا بنت اسبقيني على المطبخ وانا هروح اوضب الاوضه. يلا يا بنت بسرعه. حاضر. بقول لك ايه بقى فصاصه الثوم مجهزين. سلامات يا النعيم جدو. وناويين تقعدوا معانا قد ايه؟ قاعدين خمس ايام يا جدو. نعم نعم. ليه كده يا ابني؟ ده احنا ما صدقنا ان انت جيت. احنا قلنا انك خلاص هتقعد معانا على طول. مش بايد والله يا بابا. الظروف دلوقتي غير الاول. بس انا دلوقتي اقدر اجي مصر في اي وقت انا عايزه. يا عالم ربنا هيديني العمر عشان اشوفك ثاني ولا لا؟ مش قول كده يا عبد الستار. سامع يا بابا بتقولك عبد الستار. عسل مرتبني عسل. انت كمان همايا سكر. اقول لك همايا. لما اكلت اكل لازمته ايه انك انت تطلع توصلني وانا كنت هتوه على السلم. انا عارف يابا ان انت بتحب تشرب القهوه المحوجه بعد العشاء على طول. فانا قلت بقى اعملها لك بايديا زي ما كنت بعملها لك زمان ايام ما المرحومه كانت بتروح مشوار ولا حاجه. الله يرحمها امك كانت ماليه عليا البيت. كان تشيل العشا من هنا الاقي كنكه القهوه المحوجه
جاية بعد دقيقة واحدة. الله يرحمك لو حية. ده أنا حياتها وهي حياتي. لكن إرادة ربنا بقى شاءت إن هي تسبقني وتسيبني لوحدتي عد الأيام لحد ما تيجي محطتي وأنزل فيها. يابا ربنا يديك الصحة وطولة العمر. الله. وبعدين أنت ما أنتش لوحدك، ما إحنا كلنا حواليك أهو وعايشين في ظلك. قول لي بقى، عجبتك عروسة عبده؟ شوف يا سيد يا ابني، عبد الرحمن ابنك ابن حلال، طيب، أصيل، حنون على الكل، عشان كده ربنا مش هيتخلى عنه. مش فاهم تقصد ايه يابا؟ شوف يا سيد يا ابني، ربنا بيقول الطيبون للطيبات، يعني أكيد فرة دي أصيلة، عشان كده ربنا بعت لها ابننا الأصيل. وأنا بصراحة كده ارتحت لها وحاسس إنها هتحافظ عليه وتقف جنبه. لكن أنت ما قلتليش رأيك إيه؟ الحقيقة يابا أنا أول ما عبده بعت لي وقال لي إن هو اتجوز خواجاية أنا قلقت وكنت خايف عليه، لأن هم هناك ليهم عادات وتقاليد وأخلاق غير أخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا. الست هناك ممكن تعمل أي حاجة، عاداتهم غير عاداتنا حاج. معلوم يا ابني، ده برضو كان مخوفني. لكن أنا لما شفتها بقى يابا ارتحت لها. آه حسيت كده يعني زي ما تقول إنها خواجاية شرقية. لا واللي طمني أكتر بقى وخلاني ارتحت إن أنا حسيت إن هي بتحب عبده، والست لما بتحب بتقيد لجوزها صوابعها العشرة شمع. ربنا يسعده وحنن قلب مراته عليه ويرزقه بالذرية الصالحة، أمين يا رب. لا الكلام هياخدنا بقى. أقوم أنا يا بابا أعمل لك القهوة. قهوة إيه اللي أنا هشربها؟ أنا هبقى أشربها بعد ما أكل رز مع الملايكة. يا دوبك أقوم أنام عشان ألحق أقوم أصلي الفجر. عارف عبودي؟ أنا حبيت مصر قوي قوي قوي. أول ما نزلنا مطار القاهرة وشفت وشوش ناس طيبين حسيت أعرفه من زمان، حسيت بدافع غريب. فعلا يا فيرا، ثروة مصر الحقيقية في ناسها الطيبين وولادها. شعب سلام وحب وفن وحضارة كبيرة يا أبوي. تعرف أول ما دخلنا اسكندرية قلبي ده جامد قوي. ليه يا روحي؟ عشان دي بلد حبيبي وجوزي اتولد فيها. كنت عاوز احضن بحر، اسلم على ارض، ابوس سما، اقول لهم شكرا حنوم ادولي حبيبي عبودي. مدد يا اسكندريه، مدد مدد يا مرسي ابو العباس. مراتي بتقول شعري يا جدعان، اسكندريه دي سلها باتع. ايوه يا جدعان، هتقولي شعري في اسكندريه؟ ايه مدد يا ابودي؟ ايه مدد ابويا؟ مدد يعني الواحد زي ما يكون كده بيطلب العون، انت عارفه لا بصي حياتي، خلي مدد والكلام ده للسفريه الجايه، لانه عشان اشرح لك هنقعد اسبوع عشان تفهمي، واحنا يا دوب قدامنا هنا 4 ايام بس. تعرف ابودي، انا لما دخلنا بيت هنا وشفت ماما بتاعك وبابا بتاعك وبابا بتاع بابا بتاعك حسيت ان هما اهلي. ابودي يا عيون ابودي، انا عاوز اقعد هنا في اسكندريه في اوضه دي على طول. لا ده انت داخله على طمع بقى يا حياتي. ما ينفعش يا روحي، احنا لازم نرجع المانيا عشان اكمل دراسه واشتغل وانجح، وبعد كده بقى نيجي نقعد هنا زي ما انت عاوزه وانا كمان عاوز. احكي لي يا ابودي، بيت انتيك ده عمره قد ايه؟ انتيكه انت عارفه بيتنا ده متهيألي ملوش عمر. انا ساعات بحس انه موجود من ايام هرم خوف ويمكن قبله. نعم بجد أبودي مش هزار. سيبك من حكاية البيت، أنا أعرف أكلمك كويس قوي عن الأوضة اللي احنا فيها دي. ساعات بحس إن الأوضة دي اتوجدت يوم ما أنا اتولدت. على حطانها رسمت بالطباشير الرسم، وخدت كل علقة والتانية من أمي عشان هي كانت شايفة إن الرسم بتاعي ده شخبط. على السرير ده انت عارفة السرير ده كانوا 2، جمال بينام على واحد وانا بنام على التاني. كان يقعد جمال بالليل يقرا،
شعر وأدب، كنتش بفهم حاجة خالص من اللي بيقولها، بس كان بيقعد يحكي لي حواديت قبل ما نام، كلها كانت عن أبطال بيساعدوا الناس الغلابة ويرفعوا عنهم الظلم. جمال ده علمني حاجات كتير قوي يا ليرا. أبودي أنا عاوز حاجة ممكن؟ أمور يا روح. أنا عاوزاك أتعلم أكل اسكندراني من ماما بتاعك عشان أعمله لفيرا لما أروح ألمانيا. هتعلملك الصيادية وكفتة الجمبري وأتعلم أسلقلك الجندفلي، كل حاجة. بس ننام بقى عشان بكرة هناخد حنطور ونلف اسكندرية حتة حتة. إيه حتة حتة دي؟ حتة حتة. أنا يا ستي هفهمك وهفهمك حتة 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 حتة. مساء الخير. بطاطا سخنة مهوجة. ادينا بربع زمان. وحشاني يا بنتي من زمان. ازيك يا منى؟ الحمد لله انا كويسه. يا سلام، شوفي تدابير ربنا. انا كان زماني دلوقتي بقالي ربع ساعه قاعد في البيت، انما ريحه البطاطا دخلت في نخاشيشي، نفسي اتفتحت وهفتني عليها، فقلت اشتري حته بطاطا بربع جنيه عشان ليا نصيب بس ان انا اشوفك واطمن عليكي. انا فعلا كنت عاوزه اتكلم مع حضرتك، ويمكن الظروف ما كانتش تسمح، بس ممكن اتكلم معاك كلمتين؟ طبعا طبعا يا بنتي، ده انت الغاليه، بنت الغالي الله يرحمه. طب وليه يا منى يا بنتي اخترتي تكوني انت الضحيه؟ عشان انقذ ابويا من السجن. وعشان تنقذي ابوك من السجن تقومي تذبحي عبده؟ ده انت ذبحتيه بسكينه تلمى وقدامنا كلنا. ده انت ما تعرفيش عبده تعذب قد ايه. صدقني ما كانش قدامي حل تاني. انا لو كنت قلت لعبده ما كانش هيسافر، وساعتها كان هيحاول يحل المشكله، وانا بصراحه خفت عليه من سمير. الدنيا عجيبه، بتتحكم في الناس وفي الاخر بقى اهو كل حي بياخد نصيبه. على العموم يا بنتي لو احتجتي اي حاجه انا في الخدمه. أنا كل اللي عاوزاه منك بس إنك لما تتكلم معي أو تشوفه تقول له سامحني من غير ما تحكي له أي تفاصيل. أنا عارفة إنه متجوز وأكيد أنا مش حاضر أتصل بيه أو حتى أتكلم معي أو حتى أفهمه. حاضر، يلا بقى الدنيا ليل، تعالى ما وصلت في سكتي. يلا يا بنتي. غريبة هي الحياة،
مليئة بعلامات الاستفهام، لها طعم الصبر أحياناً وطعم الشهد أحياناً أخرى. ترى ما السبب وراء هذه الصدفة الغريبة التي جعلتني أقابل والد عبده وأنا أشعر أن طيفه يرفرف حولي في المكان؟ لا، لا بد أن أحاول وأنسى كل شيء كان بيني وبينه. علي أن أتركه لمستقبله، فكما كنت لا أسمح لنفسي أن أفكر فيه وأنا زوجة، فلن أسمح لنفسي أن أفكر فيه وهو زوج لامرأة أخرى غيري يبدأ معها رحلة حياته الجديدة. لا بد أن أسبح ضد طيار النسيان بمفردي، ويبدو أن طعم الصبر ومرارته هو نصيبي في هذه الحياة. اللي اختشوا ماتوا. مصر بلد يحترم كل شعوب كل أديان. اقتل عبدو إيجيبتا. هقتلك يا أوليفر، هقتلك وانت عارف ما راضي. هتضيع مستقبلك وتضيع نفسك عشان كلب زي ده. ادي المانيا واللي خدها من المانيا. انا مش فاهمه ليه. اوليفر ايه اللي بيحصل؟ خلاص عايزين نلحق الهجوم قبل ما يطلع على الشقه. يا حبيبتي